السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعين الكرام؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نسمي الليل ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض كفر الغسالة النص اوتوماتيك اللي هي ام رحيم. اول حاجة هقول لكم بقى المقاسات اللي انا هشتغل عليها، بس طبعا دي بتفرق معايا من غسالة الاخرى، يعني على اساس ان كل واحد كل نوع ليه مقاس. انا الغسالة اللي هشتغل عليها النهاردة مقاسها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، مقاسها العرض بتاعها هيبقى 80 سنتي. انا هقص 80 سنتي، هقص 3 سنتي خياطة اللي هم لبنتني وبنخيط بيهم 3 سنتي، والعرض بتاع الطول بتاعها اللي هو من الجنب يعني 50 سنتي، برضو هسيب 3 سنتي للخياطة، هسيب 3 سنتي للخياطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجة دي انا قصتها، دي القاعده الاساسيه اللي هشتغل عليها اللي هي ظهر الغساله من فوق. كمان انا بقى هعمل برواز للغساله من قدام ومن الجناب، ده هيكون الطول بتاعه. هجمع المقاس اللي انا شغال عليه، يعني انا شغاله على 80 و50 جنب و50 جنب، يبقى دي متر و80، تمام كده. فانا هحتاج قطعه القماش اللي معايا متر وثمانين سنتي طول، متر وثمانين سنتي طول. طبعا القماش ده العرض بتاعه، العرض بتاعه مش متر وثمانين، فانا هحتاج ان انا اقص قطعة كمان اكمل بيها المتر وثمانين. هي دي حوالي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بصوا متر واربعين سنتي، تمام كده، حوالي متر واربعين سنتي. فاحنا هناخد حوالي 20 سنتي من الجزء ده كمان علشان اكمل بيه الشريط اللي انا هعمله. يبقى انا قصيت والعرض بتاعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، تمام. العرض بتاعه دوت 25 سنتي، وكمان سايبه 3 سنتي علشان التانية بتاعتي. يبقى انا قصيت هنا القماش، كتلة القماشة بتاعتي الاساسية اللي هي القاعدة اللي هشتغل عليها، التمانين العرض، والجنب والجناب 50، الجنب 50، والقدام القماشة بتاعتي عرضها 80، تمام كده. عملت البرواز بتاعي اللي هو هيبقى متر وستين، متر و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، متر وخمسين، متر وثمانين، تمام كده، متر وثمانين، اللي هم انا قصيت الشريطين عشان اكمل المتر وثمانين، تمام. يبقى انا معايا كده القطعة الاساسية والشريط. هنا كمان الجزئية بتاعت الظهر اللي احنا بنركب فيها استك او بنركبها تمسك الغسالة من الظهر، العرض بتاعها طبعا هيبقى 80، ده اساسي. الطول بتاعها او الارتفاع بتاعها 15 سنتي، تمام كده. يبقى انا معايا الشريط ده كمان 15 سنتي، ده للظهر، ده علشان انا بقولك المقاسات مرة واحدة علشان لما تيجي تقصي تقصيها على بعضها. ودي بقى 3 فيونكات او 4 على حسب ما انت حابه، اللي هيتحطوا من قدام. المقاس بقى بتاع الفيونكه ده حبه صغير حبه كبير، دي حاجه ترجع لك. انا هنا قصيت 4 فيونكات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه هعملها هاخد القطعه القماش اللي هي 80 في 50، وهبتدي ان انا اتني الجوانب بتاعتها كلها، تمام كده. هتني الجوانب تانيه على تانيه زي ما انتم شايفين كده، هتني تانية على تانية الاربع جوانب. انا عندي هنا الظهر فيه بورسل، فانا مش هتنيه على اساس ان انا هدخل القماشة بتاعت الظهر معي، فانا هتني القماشة بتاعتي وارجع اوريكم هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا هنا رجعت لكم بعد ما خلصت القماشة بتاعتي وتنيتها من الثلاث جوانب. انا سبت البورسل ورا عادي مفيهاش مشكله، لان هو كده كده مش هينسل معايا، وكده كده هيخش في الخياطه فمش هيبان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كمان كنت عايزه اوضح لكم حاجه،
ان احنا لما بنجيب قماش من المشكر ده بناخد بالنا من عدلة الرسمة علشان ما نخيطش بالمقلوب وبعدين نرجع نفك تاني. هعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي انا جايبه السوسته بتاعتي، السوسته بتاعتي دي انا بجيبها من المتر علشان خاطر مفيش سوسته بتيجي بمقاسات اللي احنا بنعملها، لان المقاسات بتاعتنا كبيره شويه، فاحنا بنقطع بالمتر. وبعد كده انا دايما بجيب وبعد كده بنشوف يعني هنستخدم قد ايه. انا هنا دايما بجيب 2 متر للغسالات بتاعتي علشان ممكن القماشة ابقى قصة زيادة شوية، فمش هينفع ان انا اجيب اقل من 2 متر. فانا هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هجيب اول حاجة طرف السوستة، السوستة عندي من تحت، القماشة عندي من فوق، وابتدي ان انا اثبت اول جنب القماشة على ايدي الشمال والسوستة على ايدي اليمين، وابتدي ان انا اثبت اول جنب. تمام كده بمشي بيه على السوستة، على الطرف الاولاني اللي هو ده بخلي السوستة تحت، حط القماش من فوق على الطرف دوت من السوستة، وببتدي ان انا اثبت والف مع القماشة مع السوستة لحد ما اخلص الثلاث جوانب بتوعها. هثبت السوستة وارجع اوريكم هنعمل ايه. يعني انا كده ركبت السوستة بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين اهو في الثلاث جوانب. كل ما قابلني ملف لفيت بالسوستة بالقماشة بتاعتي. فاض معايا بقى الجزء دوت كده اهوت من الاثنين متر بتوعي، هقصهم خلاص انا مش محتاجاها. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اهو الشريطين اللي انا قلت لكم عليهم علشان نكمل المتر و80 بتوعنا، هوصلهم في بعض. تمام هنوصلهم في بعض كده، يعني هنخلي ال 25 سنتي دول الوش في الوش كده، وهنوصل هنخيط من هنا كده. تمام هيبقى معايا الجزئيه اللي هي 180 على بعضها. هبتدي ان انا اتني الاربع جوانب بتوعها تانية على تانية. تمام وبعد ما اتني الاربع جوانب بتوعها تانية على تانية هبتدي ان انا اهي انا تنيت كده باعتبار ان انا تنيت. هبتدي اجي على القطعة بتاعتي اللي انا كنت ركبت عليها السوستة، وابتدي اجي في الطرف التاني من السوستة، اخلي السوستة تحت برضو، واجيب الشريط بتاعي وابتدي من عند البداية اللي انا ابتديت عندها، وهثبت بقى الشريط بتاعي كله على الطرف التاني من السوستة، السوستة من تحت والقماشة من فوق. هثبت الجزئية بتاعت البرواز دي اللي هي الشريط، وارجع اوريكم هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده رجعت لكم بعد ما تنيت البرواز بتاعي اهوت، دي كده الجزئية اللي فوق القاعدة بتاعتي. تمام السوستة هيت كمان بقى رحت مخيطة ال تانية الشريط بتاعي التلات الاربع جوانب، وثبتها على الطرف التاني من السوستة اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تمام كده اهوت. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب القطعة اللي هي بتتركب في الظهر اللي هو الشريط اللي عرضه 80 والارتفاع بتاعه 15 سنتي. هبتدي ان انا اتني الاربع جوانب. لو انا مش عندي بورسل، انا عندي بورسل القطعة هنا فيها بورسل فهيتخيط مش هيبان، فانا هتني الثلاث جوانب بتوعي دول. تمام كده هتنيهم الثلاث جوانب، وهاجي من عند الظهر من ورا هنا كده اهو، ده الظهر بتاعي والجزء بتاع القماش كله من قدامي انا، ده الظهر. هبتدي بقى بعد ما تنيت قطعة القماش دي في الثلاث جوانب هبتدي ان انا اثبتها من الظهر كده. تمام هخلي القماشة اللي تحت ثابتة، والف القطعة اللي معايا دي، يعني هي خلاص انا ثبتها على الظهر، هاجي من هنا كده واقوم لفاها على الجنب، عادلها مع الجنب كمان الناحية اللي هناك، هيخليها ثابتة كده، وهلف القماشة بتاعتي اللي فوق اثبتها على الجنب التاني. هثبت فترة القماش كده وارجع لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا كده انا هو خلصت الجزئية اللي من الظهر كمان اهي، تنيتها وبعدين ثبتها اهو، ولفيت كده القماشة وجبتها مع الجنب. تمام ومن الناحية التانية برضو بعد ما ثبتت الظهر اهو جبتها مع الجنب. هقلب بقى كده اهو،
ده شكلها بعد ما اتقفلت من الظهر، مفيش بقى بورصل باين ولا في حاجه باينه، خيطه زي الفل. انا كده اهوت خلصت الجزئيه خالص اللي من فوق، هبتدي بقى ان انا ازينها قبل ما اركب الشيفون بتاعي او القماش اللي هكمل بيه، ان كنتش هكمل بمشجر او هكمل بشيفون، انا هكمل بشيفون. فقبل ما اكمل الجزئيه اللي من تحت، هبتدي ان انا ازين الجزء اللي من فوق ده عشان القماش يبقى خفيف معايا واعرف اتحرك بيه على المكنه. انا بجيب الدانتيل ده، بيتباع بالكيلو تحت يا جماعه في ايه شارع الازهر، فاحنا بنشتري بالكيلو على حسب ما انت بقى عاوزه. بيدوا على فكره عادي، ممكن تجيبي ب 50 جنيه هيوفر معاكي بدل ما تشتري من بره. لو عايزه ب 100 جنيه، عايزه نص كيلو، عايزه ربع كيلو، براحتك، دي حاجه ترجع لك يعني، هي بتتباع بالكيلو. انا هبتدي ان انا اثبت بقى الدانتيل بتاعي، هبتدي من عند الجزئيه اللي من الظهر، شفتوا الجزء اللي احنا خيطناه ده وثبتناه، هبتدي من عند الخياطه بقى، هسيب الجزء اللي متخيط ده لورا وهاجي من على القاعده بتاعتي الاساسيه، وابتدي ان انا اثبت الدانتيل بتاعي كده بكسر، كل 5 سم كسر. هنعمل المستطيل بتاعنا كله الاربع جوانب هنعملها بالدانتيل كده من فوق، ونرجع نكمل مع بعض بقيه بقى الجزء بتاع الغسالة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده هو ثبتت الدانتيل على الجزئيه اللي من فوق، بس انا هنا عملت بدل ما اعمل طبقه واحده من الدانتيل عملت 2، وحطيت كمان شريط الستان ده. التزيين بقى ده حاجه ترجع لك، انا ده اللي انا اشتغلت بيه معايا عندي في الكفر اللي انا شغاله فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي انا هشتغل في الجزئيه اللي تحت اللي هي الشيفون. انا الارتفاع عندي بتاع البرواز ده 25 سنتي، تمام كده. انا ارتفاع الغساله نفسها متر من الارض لحد فوق، فانا هطرح 25 دول من المتر، هيبقى معايا المفروض ان انا عايزه 75 سنتي. 75 سنتي دول هقصهم في الشيفون، والقماشة دي عرضها 75 سنتي، الارتفاع بتاعها 75، تمام. وهنزود طبعا 3 سنتي بتوع الخياطة، والعرض بتاعها بقى بتاع القماشة اللي هو هنعمله كسر كده على الكفر، هيبقى 3 متر و60. بعمل ايه؟ بجمع الجناب 50 و50، ادي 100 متر، والجزء اللي من قدام 80، يبقى دي متر و80. بجمع المتر و80 دول مرتين علشان اعمل الكسر، هيديني 3 متر و60 سنتي. انا قصيت قطعة الشيفون 75 سنتي في 3 متر و60، بنوصل طبعا لان مش هتديك الطول دوت. وهاتني تانية على تانية كده اهو، هاتني تانية على تانية الاربع جوانب، وارجع اقول لكم هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده هو اتنيت قطعه الشيفون بتاعتي كلها من الاربع جوانب. هبتدي بقى ان انا اثبتها على الجزء بتاعي الاساسي. هجيب كده الطرف بتاعي بتاع الشيفون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هخلي 75 سنتي على ايدي الشمال، وهبتدي ان انا اجي من الطرف واول جنب عندي، وهبتدي اثبت عليه الشيفون بتاعي، وهمشي كل 5 سنتي هعمل كسرتين عكس بعض، وهمشي مسافه من غير كسر، وهرجع تاني اعمل كسرتين قصاد بعض، وهكمل بقيه الثلاث جوانب بتوع الغساله بالشيفون دوت. هكسره على القماش الاساسي، هكسره وارجع اوريكم شكله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده هو ثبتت الشيفون بتاعي على قطعه القماش، عملت الوش على الوش، وكسرت القماشه بتاعتي الشيفون كلها على الكفر بتاع الغساله. هعدل بقى كده القماشه بتاعتي اهوت، ده شكلها، ده البرواز بتاعي، وده شكلها ما عدلناها. دلوقتي بقى احنا متفقين طبعا ان التزيين ده بتاعك انت مش بتاعي، انا بس وريكي فكره واللي يريحك فيها اعمليه. هبتدي بقى ان انا زي ما عملت
التزيين اللي فوق، هبتدي ان انا اعمل عندي هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هبتدي ان انا اعمل من على الوش الدانتيل ده فوق الشفون على طول. هبتدي ان انا اعمل كل 5 سنتي بنكسر كسره كده، بنلف بقى طبعا الجزئيه اللي احنا خيطناها كلها ده وثبتناها، الشفون ده كله هنحوطه بالدانتيل ده. وكمان هعمل من عند الديل من تحت اخر الشفون خالص من تحت برضو هحط دانتيل كده. هعمل الدانتيل ده وهرجع اوريكم هنعمل ايه تاني. كمان علشان مطولش عليكم اكتر من كده، هقفل معايا الفيونكات من ال3 جوانب وهسيب جزء صغير اقلب منه ونعمل فيونكاتنا. احنا عملناها كذا مره وفي فيديو للفيونكه على القناه. اتمنى لو وصلتوا هنا في الفيديو وعجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هركب الدانتيل واقفل الفيونكات وارجع اوريكم. انا كده هو ثبتت الدانتيل هنا على الحرف بتاع الشفون من فوق وكمان على حرفه من تحت، وحطيت الستان دوت التزيين ده حاجه ترجع لك زي ما انا قلت لك. كمان خيطت الفيونكات بتاعتي قفلتها كده زي ما انت شايفه تمام. هاجي اعمل فيها ايه، هبتدي ان انا اجي من النص كده علشان اعملها فيونكه، ابتدي اجي من النص كده والمها. وجبت قطعه من الستان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو كده، وابتدي ان انا اربطها كده تمام، وهقصها كده. هبتدي ان انا بالولاعه علشان ما ينسلش مني الستان تمام كده. ويبقى معايا ال4 فيونكات دول. هاجي هنا عند بين الشفون وبين الجزء اللي من فوق خالص اللي هو البرواز اللي احنا كنا خيطناه في الاول اللي هو 25 سنتي، وهبتدي اثبت عليه الفيونكات بتاعتي كده من قدام، يعني مش من الجناب، من قدام تمام كده. اهو زي ما انتم شايفين هثبت عندي الفيونكات بالشكل دوت، وهكمل تزيين الكفر. وانا كده خلصت الفيديو. بعد ما اخلص تثبيت الفيونكات واللول اللي هركبه هوريكم شكل الكفر بعد ما خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.